السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مراتك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في فيديو جديد. طبعا الفيديو تاع اليوم يأتيكم حول السؤال الذي سبق وطرحته عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك كما تشاهدونه أسفل الشاشة مراتك سواء في فيسبوك سواء في اليوتيوب. دونك ما هو البلد الذي لم يتوقف عن استقبال طلبة الفيزا للجزائر يعني منذ بداية كوفيد 19؟ بالنسبة للبلد هذا هو معروف يعني هو انجلترا. انجلترا هي الدولة يعني اللي ما حبستش لي دوموند فيزا تاعها كاريمون. من يدار الكوفيد ما حبستش. كاين ناس بزاف يقول لك راهم فاتحين يمدولك فيزا باش ما تكونسوميهاش. انجلترا راها مكلاسيا الجزائر في الامبر ليست. شي الامبر ليست؟ امبر معناها الجزائر ماهي في الخط الاحمر ماهي في الخط الاخضر، راها تحت الخطورة. يعني الجزائريين يمكنهم السفر الى انجلترا ويمكنهم الرجوع من انجلترا. المشكلة اللي صارت انه الجزائر هي اللي قفلت حدودها لانجلترا، ما قفلتش معنا يعني كاريمون كانت تخدم. دونك انجلترا السيرفيس تاعهم القنصلية تاعهم العلاقة تاعهم والمستوى العالي والراقي تاعهم هو اللي خلاهم ما يتأثروش كوفيد بزاف. الور انجلترا وعلاه ما قفلتش وعلاه ما تأثرتش حتى هي الكوفيد؟ بمناسبة قنصلية انجلترا موجودة في ولاية الجزائر العاصمة حيدرا، لكن طلبات الفيزا يتم التعامل معها وإلا دراستها في المركز التابع في باريس، لكن هناك مركز تيرس كونتاكت يو كي الذي يختص طبعا في استقبال ملفات طلبات الفيزا وكذا إرسالها إلكترونيا إلى السلطات المعنية بإصدار أو عدم إصدار التأشيرة. دونك انجلترا ما هي الأشياء اللي خلتها دولة ما تحبش؟ الشيء الأول هو النظام UKVI. الموقع الشيء اللي يخليها هو السيستم تاع UKVI. UKVI هو سيستم تري فور، يعني يتم تحديثه بصورة دورية، يعني هو برنامج لملء استمارة طلب الفيزا أونلاين، تقديم جميع النصائح وكذا، حجز الموعد عبر تيلس كونتاكت. يعني أنا كانفورماتيسيان شفت بزاف يعني مواقع قنصلية، شفت بزاف مواقع طلبات استقبال الفيزا والا مراكز استقبال الفيزا اذا انترميديير دو ريسبسيون دو دوموند فيزا، لكن عمري ما شفت يعني موقع استقبال والا موقع عمل طلب فيزا اونلاين كما الموقع تاع انجلترا، لانه موقع محمي بصوره غير طبيعي، يعني محمي حاجه بزاف. ثاني حاجه هو موقع لا يتوقف يتوقفش كاريما. بالنسبه للسيرفيس تحمل تما صح في البلد تاع كوفيد نقصوا من عدد العمال من اجل التباعد الاجتماعي، لكن هذا ما منعش انهم بجداره ما توقفوش عن اصدار الفيزات وكذا عدم اصدار الفيزات، يعني بمجمل القول تقديم والا دراسه طلبات الفيزا. اذا انجلترا من بين الدول العظمى حقيقه، لانه ما حبسش دوموند فيزا تاع الجزائر. جزائريين يمكنهم طلب فيزا انجلترا عن طريق الموقع تاعهم، فورميلاغ تشيك ليست رونديفو شي تي اس كونتاكت، يعني الموقع حيبقى شغال عاديه بصوره جدا. وايضا طريقه الدفع هناك طريقتين، طريقه اونلاين وطريقه الدفع الكلاسيكيه التي تدفع في مركز طلب الفيزا بالدينار الجزائري. ما علينا، انجلترا جوست حبيت نعرفكم باللي هي دوله يعني يجب احترامها، مش كعاد دوله عظمى وعاد دوله قويه جدا، لكن يجب احترامها لانها من بين الدول التي احسنت التعامل مع فيروس كورونا والتي لم تتاثر بصوره كبيره خدمتها من فيروس كورونا. دونك لونجلتير راه فاتحه، عمرها ما غلقت، باسكو جاوني بزاف لي زابيل يقولوا لي لونجلتير راه فاتحه، كي نقول لهم ايه ما غلقتش يقولوا لي كيفاه مراد ما غلقتش وحنا على بالنا بلي غالقه. نو لونجلتير ما غلقتش من يبدا كوفيد حتى اليومنا هذا. اذا كالعاده كان معكم مراتك كاميرا زايد طلال ابراهيم خالتي. دمتم في امان الله وحفظه والى اللقاء.